للحديث ايضا عن هذا الموضوع ينضم الينا هاتفينا الدكتور باسم رزق، مدرس علوم سياسيه في جامعه القاهره. دكتور باسم، ارحب بك على اكسترا نيوز. ومصر وجنوب افريقيا بالاضافه الى نيجيريا هم اكبر ثلاثه اقتصادات موجوده في القاره الافريقيه، كيف يمكن ان تنعكس هذه الاقتصادات الكبرى على التوافق السياسي بينهما في الموضوعات المختلفه؟ صباح الخير يا استاذ همام، وصباح الخير على الساده المشاهدين. واحده من حلقات العلاقات المصريه الافريقيه التي تهتم بتنويع شكل هذه العلاقات وبحجم هذه العلاقات وبتطوير هذه العلاقات هي العلاقه المصريه الجنوب افريقيه، بعد ان كان شابه هذه العلاقات ما شابهها في السنوات الماضيه، يعني مع اعوام تولي حكم دائره الاخوان و 2013 والتغير السياسي الذي حدث وتجديد عضويه مصر، ظهر ما ظهر من العلاقات الجنوب افريقيه مع مصر، ولكن مع تولي فخامه الرئيس ومع رئاسه مصر الاتحاد الافريقي، ونعلم ان جنوب افريقيا دوله ستتولى الرئاسه تاليه لمصر، اعتقد انها من الملفات المهمه العامله على تنويع، اي انهم مشتركون في ترويكا الاتحاد الافريقي القادم وحتى ربما الحالي ايضا. الحالي وجنوب افريقيا ما هي من ستتراس، من ستتولى يعني. نعم هم في ترويكا. في ترويكا وهي من ستتولى او ستدير الامر، او واحده من ضمن الاقتصادات والدول التي تشكل محور هام من محاور التوجهات الافريقيه بشكل عام. مصر تتوجه الى القوى الكبرى، لا ننسى ان منذ 10 ايام تقريبا كان هناك 16 شركه جنوب افريقيه تعقد مع جمعيه رجال الاعمال المصريه مؤتمرا لتنويع الاستثمارات الجنوب افريقيه في مصر وتنويع الاستثمارات المصريه في جنوب افريقيا. اذا هي ليست علاقات سياسيه وفقط، انما علاقات اقتصاديه، علاقات ثقافيه، علاقات تهتم بالشان العام داخل الحقل الافريقي والقضايا الافريقيه والاهتمامات الافريقيه. الاهتمامات متقاطعه، واعتقد انه لا توجد منافسه بين مصر وافريقيا، الجميع يعمل لاجل افريقيا، واعتقد ان النهج المصري ظهر وثبت. كيف يا دكتور باسم نغير هذه الصوره؟ ربما هناك الكثير ينظرون الى العلاقات بين مصر او الى مصر وجنوب افريقيا باعتبارهما متنافستان في القاره الافريقيه، كيف يمكن ان نحول هذه العلاقه الى علاقه تكامليه بينهما؟ الحقيقه ان هذا على مستوى الاكاديمي او البحث العربي والمستوى الاعلامي فقط. جنوب افريقيا دوله مهمه، دوله في البريكس، دوله لها علاقات متنوعه بروسيا، بامريكا، بالصين، بعدد من القوى الاقليميه. دولة تسعى إلى مصلحة شعبها وتواجه ما تواجه من مشكلات ربما يعني على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والمستوى السياسي، تحاول أن تخرج من هذا بتبني مشروع تنموي، أعتقد أن هذا هو النهج المصري أيضا، فالنهجين تقريبا متطابقين في طبيعة النظرة إلى العمل على مصلحة الشعبين، هذا هو المحور الذي تحاول الدولة المصرية أن تؤكد للقارة الإفريقية ولدول القارة الإفريقية أننا لا نسعى لمنافسة أحد ولن نغير موقفنا من أحد، حتى لو حضرتك فاكر في مقابلة سيادة الرئيس مع الصحفيين في مؤتمر الشباب الماضي حينما قال له أحد سنغالي أن نحن نريد مصر رائدة إفريقيا أو لا، يعني لسنا رواد أحد، إننا نبحث عن المصالح المشتركة، نبحث عن الإفادة والاستفادة، نبحث عن العمل سويا لأجل تنمية القارة، هذا هو النهج المزمن اللي خلى الدولة المصرية تحظى بقبول لدى الشعب والمواطن الإفريقي قبل الحكومات. طيب. أيقنت أن طبيعة النهج المصري ليست طبيعه استعماريه وليست طبيعه تبعيه كما هو النهج التركي او الايراني او الاسرائيلي او حتى بعض القوى العربيه، انما نهج تكاملي يدرك قيمه الهويه الافريقيه داخل العقل وداخل الانسان وداخل الشخصيه المصريه، ونعمل على تعظيمها ونعمل على صقلها. نعم. جنوب افريقيا بالتاكيد لا شك ان لديها تجربه ثريه سواء كانت سياسيه او اقتصاديه، ومصر لديها ايضا الكثير من التجارب الثريه السياسيه والاقتصاديه، كيف يمكن لهذه التجارب ان تنسحب على كامل القاره الافريقيه برايك؟ الحقيقه ان تجربه جنوب افريقيا تجربه مغايره للتجربه المصريه، جنوب افريقيا عانت لسنوات من الابرتايد او الفصل عن سوريا. انا كنت اقصد ان لها تجربه ونجحت في هذه التجربه على مثل الشكل المصري والتجربه المصريه التي نجحت ايضا، كانت لها تجارب ونجحت فيها. بالظبط يا استاذ همام، يعني هي التحديات كانت موجوده ونجحت في ميلاد او ايجاد الدوله الوطنيه القويه، ايجاد قدر من التعايش، ايجاد قدر من الانتخابات، ايجاد قدر من الاحزاب القويه الفاعله، واعتقد ان التجربه المصريه بدات تنتقل الان من حيزها الاقتصادي البحث الى الحيز السياسي، وبدانا نسمع عن تولي شباب، تمكين مراه، تعديل في الدستور لاتاحه فرصه اكبر لقيادات صغيره. التجربه المصريه باتت تحظى
القبول، ربما يعني الى وقت قريب كان يشار الى تجربه جنوب افريقيا انها تجربه الوحيده داخل القاره. بالظبط. مع ما تواجهه زي ما اشرت حضرتك التجربه في نيجيريا، مع ما تواجهه من عدم استقرار وسوء احوال اقتصاديه وارهاب، ولكن التجربه المصريه والتجربه الجنوب افريقيه ربما هي التجارب الواضحه الان داخل القاره الافريقيه، مع حاله رواندا بمحاذير او بشكل مختلف يعني. إذا يعني هما دولتين، لا ننسى أن هناك حلم كيب تاون اسكندرية أو طريق الرياض يصل بين مصر وجنوب أفريقيا يمر عبر القارة، لا ننسى أن هناك أحلام بالتنمية الآن لدى القارة الأفريقية، وتعول كثيرا عدد من الدول الأفريقية على الدول الرائدة التي يأتي على رأسها ومقدمتها مصر وجنوب أفريقيا. يعني مصر الآن تترأس الاتحاد الأفريقي، وهناك الكثير من الفعاليات التي سواء مصر بادرت بفعالياتها أو حتى هي ترأستها في الأونة الأخيرة، خصوصا ما يتعلق بالشراكة مع الدول الكبرى ومنصات الكبرى. أخيرا كان هناك في ألمانيا هناك شراكة ألمانية أفريقية، وقبلها كانت في روسيا، وقبلها اليابان، وقبلها الصين وغيرها من الدول الكبرى والدول الصناعية الكبرى، أخيرا أظن مجموعة العشرين وليست ألمانيا فقط. كيف يمكن لمصر وجنوب أفريقيا أن تتعاون، أن تتشارك في للبحث عن مخرج لمشكلات القارة والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية بالتعاون وبالشراكة مع الاقتصاديات الكبرى في العالم؟ الحقيقة الدولة المصرية في خلال فترة رئاستها اللي هي عام 2019 ترأست الكثير من الفعاليات التي ربما أثرت وأسهمت وعادت بالنفع الكبير على القارة الأفريقية. بدأت مع القمة العربية الأفريقية، القمة الروسية، الصينية، اليابانية، جي 7 أو مجموعة السبع الكبرى، جي 20، تيكاد، ثم أعقبها ألمانيا، ثم يأتي بعد كل ذلك المؤتمر الأفريقي الذي عقد في شرم الشيخ في مصر. يعني أعقب كل ذلك تقييم لهذه التجربة وعرض لما قامت به الدولة المصرية وما ستحاول القيام به بعد خروجها من الاتحاد أو من رئاسة الاتحاد الأفريقي وتعود بتعمل كعضو عادي. أكدت الدولة المصرية أن الفرصة التاريخية الآن أمام المؤسسات الدولية وأمام الدول الكبرى الاستثمارية أن العمل لا يطبق منطق التبعية، أننا لا نسعى إلى منح ومساعدات وهبات بقدر ما نسعى إلى استثمارات وشراكة تخدم المواطن الإفريقي وتلبي احتياجات التنمية الحقيقية، وشراكة بالتعاون نستفيد نحن من أموالكم وتستفيدوا أنتم من القوى العاملة والمواد الخام الإفريقية. ليس المنطق التبعية إنما المنطق تكامل لإفادة العنصر البشري أو لإفادة الشعوب الإفريقية والعودة بالفائدة أيضا على الشعوب الغربية أو الشعوب الأوروبية أو الأمريكية أو الروسية. إذا هو منطق شراكة تكامل، تحاول مصر وجنوب أفريقيا أن تقدم نموذج إفريقي على هذه الشراكة من خلال تعاون على المستوى السياسي وتعاون على المستوى الاقتصادي، تعاون بين أكبر اقتصادات في القارة الإفريقية، ربما نشهد تأسيس منتدى تعاوني أو منتدى رجال أعمال، أو ربما نسمع عن عدد من الاتفاقات التي تسمح بعدد من الاستثمارات. حضرتك لو فاكر الشركات اللي أتت يوم 5 ديسمبر الحالي، كم من الشركات في صناعة حديد وصلب، في الطاقة، في الكهرباء. واخيرا كان هناك مؤتمر الرابع للاستثمار في افريقيا 2019، وهناك العديد من المنتديات التي تستضيفها مصر هذه الايام، اخرها ما سوف تستضيفه محافظه اسوان بعد ايام قليله، وهو فعاليات منتدى اسوان للسلام والتنميه المستدامه، والذي سوف ينطلق غدا الاربعاء برعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. على كل دكتور باسم رزق مدرس العلوم السياسيه بجامعه القاهره، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.